أهم اليوتيوبر السيدات التي نلنا حظهن في هذا المجال في الجزائر. نعم يا سيدة، وردة إحدى النجمات، نستطيع أن نقول نجمات على حسب عدد المتابعين الذي تجاوز مئات الآلاف لبعض الفيديوهات. نعم تحضر معنا فلة يوتيوبرز جزائرية تملك الآلاف من المتابعين في اليوتيوب. مرحبا بك. صباح الخير وردة. صباح الخير نسيبة. صباح الخير كامل المشاهدين لكم تشوفوا فينا. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. مرحبا بك. نعم وردة، أول سؤال نتشاركه الاثنين، كيف كانت لك جرأة حمل كاميرا هاتف نقالة وكاميرا رقمية لتصوير أول فيديو لك؟ خاصة نعرف أنه المجتمع الجزائري نوعا ما لا يتقبل أنه مرأة تضع صورتها وتتكلم عن التجميل وأشياء من هذا القبيل. بون كاينه مع عدة أسباب اللي خلوني نميل لليوتيوب، منها انا الحمد لله انا قريت جورناليزم، تسمى راح لي الخوف تاع لا كاميرا، وهذا اللي بزاف هذا العائق اللي بزاف يخافوا منه اليوتيوبرز اللي يبداو جدد. واوسي انا نحب لا كاميرا، نحب المونتاج، نحب هذا الصوالح كامل. وفانيك عندي واليوتيوب عطانا حريه باش نحكوا اليز، يعني مش كيما يعني في رأيك الظهور المفاجئ للعديد من اليوتيوبرز الجدد، يعني شو هو العامل اللي خلاهم يظهروا؟ بون بالك باسكو دوكا رانا في وقت عصر التكنولوجيا، رانا مع الاعلام الحديث، دوك ما كاش واحد ما تصيبيش عند ما عندوش يوتيوب ولا فيسبوك ولا انستغرام وياك وذيق الوقت فانيك باسكو. نعم ايضا في اليوم نشوفوا اسماء عديده على غرارك، نشوفوا اميره، نشوفوا كوين مسلم كوين، نشوفوا منال، اسماء عديده جدا. يتنظم اسبوعيا العديد من التظاهرات، تلقى بمتابعينهم، يحظوا برعايه من قبل شركات عالميه هنا في وهران في الجزائر العاصمه. هذا عطاكم مجال كبير اليوم انكم تنشطوا وتتقاضوا، ربما كاين بعض اليوتيوب يتقاضوا مقابل مادي. وي ميم يبعثونا دي فوا دي برودوي هكا باش نتستيهم لي نوفوتي، من هاي يديروا بوبليسيتي باسكو دوكا ماشي كامل لي تيليفزيون ولا لي شان تيلي عندهم حصص تاع تجميل ولا وعندهم مشاهدات كيما ينجبوهم حنايا. نعم يعني لو نشاهد الآن، لو نتعرف على بعض من أعمال فلة الآن. Hello girls, how you doing? شو تكونوا كم بخير وانتم تشوفوا في ما فيديو. لا فيديو تاع اليوم راح تكون بمناسبة الدخول المدرسة ولا دخول الجامعة. دوين شو تكونوا كم بخير وانتم تشوفوا في ما فيديو. لا فيديو تاع اليوم راح تكون فلوج على الميتوب تاع سيتي سنتر أو سيتي سنتر. تا نهلة تي في، منال تي اش، أميرة ريا و ناس بيوتي، جيت هكا باش أنا نتلاقى بيهم و زي نتلاقى بيكم نتوما. سو إذا حابين تشوفوا واش راح يصرا في الميتا بو، أنا جيت شوية بكري باسكو نسكن غير هنا. سو يا أهلا بيكم. هادو شكون اللي حاطهم؟ هادي سنيوة شي تاع بايتون. هادو لي كخيون، هادو لي كخيون، أنا نصب غير هادو دو كولور. هادو الزوجين اللي راني نشري فيهم، ماشي الوالا. يهبلوا 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 من روبي روز مونتاج. شوف راكم تشوفوا، شوفوا البلون مش قصه. نو مش قصه. هذو لي كريون تاع روبي روز بزاف هايلين ويهبلوا. تصوروا واش حابين، العفسه اللي حابين ترجعوها بي دي اف وهي اوتوماتيكمون، مي جوست الكتابه لازم تكون مكتوبه بالبيسي، يعني ان بريميا ماشي بخطا اليد باسكو ما يقدروش، ما تقدرش هذه الابليكاسيون. سبسكرايب معايا.
وردة ربما فيلا لديها حيوية وعفوية رهيبة جدا، ما تخافيش من الانتقادات انك تتكلمي بهالطلاقة. ما انتقادات كاع هما يجوني صح انتقادات سورتو باسكو انا سمينة، البلو بار يجوني انتقادات باسكو انا سمينة، مي اي دونت كير، انا عندي ميساج حابة نوصله للبنات هكا بعفوية وروحك الخفيفة ظاهرة على الاستوديو. نعم ابتسامتك. نعم، ما هي الوسائل اللي تستخدميها في تسجيل فيديوهاتك؟ بون عندي لا كاميرا، مع الاول كي بديت بالتليفون ما نكذبش عليك، كان عندي جالاكسي اس 4، مي ابري شريت كاميرا بابا جاب لي كادو بلوتو باسكو كي بديت اليوتيوب ما قلت حتى واحد، انا بديتو طول، انا هكا حبيت بديت طول، ومن بعد زدت لي ماك بوك. كوكو بابا ميرسي بوغ لي كادو. نعم هذا هو ما نستعمل في المونتاج اللي بزاف تسقسوني فيه عليه في نايل كات برو، مي البروبليم يجي غير في الابل. نعم وفي الماك بوك. هذا هما الوسائل. ما تجيش مشكله في سرعه تدفق الانترنت؟ تحميل هذاك البروبليم نهضروا عليه ساعه وحده هذاك لا كونيكسيون بالجزائر. والله كانت عندي 2 ميجا، رجعتها 4 ميجا غير على جال باش يطلع لي لا فيديو ثم وهكاك. وبقى يعني اذا درتي لا كاليتي مليحه راح تطول باش تطلع، اذا درتي لا كاليتي مش مليحه فانيك تطول كيف كيف. طول طول زمنيه طويله. انقطعت الجزائر على غرار اليوتيوب وتنزيل الفيديوهات عن تجميل والحلاقه، عن النصائح اللي تقدميها يوميا للفتيات، لديك مجالات اخرى؟ وي سي كاين، انا جورناليست، كملت العام اللي فات اون جورناليزم، راني نوجد لواحد البروجي راح يجمع ما بين في لا تي في لا يوتيوبرز وفي لا جورناليست. راح يكون في اليوتيوب او لا؟ لا راح يكون في التلفزيون ان شاء الله، في احد القنوات ان شاء الله. مشروع ان شاء الله. يعني قمت بالعديد من اللقاءات مع المعجبين تاعك، مع المتتبعين، كان اخر لقاء كان الاسبوع الفارط في مقام الشهيد بالجزائر العاصمه، حطينا على الاصداء. بون انتقادات كيفاش بدينا كيفاش حتى جات الميتاب، ولا نحكي لك طول على الاصداء؟ معليش بون كيفاش بدا الميتاب، حنا كنا هكا يوتيوبرز ما كناش بزاف، يعني تقدري تحسبيهم هكا بالاصابع يتعدوا. بدينا كنا نكومونتيو غير لبعضنا، من بعد ديسيدينا نديرو جروب. كي ديسيدينا نديرو جروب قلنا وعلاش ما نديروش نهار، باسكو حنا كل واحد من وش من ولايه، فهمتي؟ ماناش كامل منايا من الجي، انا ومن المديه مانيش من الجي. سو ديسيدينا نتلاقاو. بعد انا كي كريت هذاك ليفان، بون حنا كنا انا وصحاباتي بزاف، مي انا اللي كريتو سيغ فيسبوك ودرتو بوبليك في لاباج تاعي. بزاف قالوا لنا اي نجو نتلاقاو بكم، نجو سما درنا قلنا اي نتلاقاو كامل. سما تلاقينا حنا اليوتيوبرز وتلاقينا بلي زابوني تاعنا جميل ولا العائلة تاعنا. جميل جدا. في هذا الإطار أيضا كنا نتكلموا في الكواليس أنه اليوتيوبر الفتيات لديهم علاقة وطيدة فيما بينهم، لم نشاهد شاهدنا منافسة ربما في الأداء، لكن لم نشاهد منافسة أو غيرها، بالعكس نشوفكم مجتمعين في العديد من ليميت اب. وي البلوبار صحابات، البلوبار روحوا ليميتاب تاع بعضانا. كيما انا الحمد لله ليميتاب اللي نديرهم يجوا فيهم كامل اليوتيوبر، سوا دراري سوا بنات. صوي نجو نتلاقاو كامل نفرحوا. يعني كاين تاني مشكل تحدثت مع فلا في الكواليس، انه هنا في الجزائر اليوتيوب الجزائري لا ما يقومش ما يحسبش على نسبه المشاهده. وي اليوتيوب ماهوش داير الفيو الجزائريه ولا الفيو الجزائريه، مش مدلها قيمه كيما اليوتيوبرز الاخرين. باسكو كاين يوتيوبرز اللي صح يتقاضاو الدخل، يعني يقدر يعيشوا لمده شهر من المشاهدات ومن عدد المشاركين، مي حنا هنا في الجزائر نو. ميم ال اسمه المكتب تاع اليوتيوب ما كانش هنا في الجزائر، ما كانش مكتب ممثل هنا في الجزائر لليوتيوب. نروحوا للتحدي الكبير بالنسبه لك، اعطيني رقم نسبه مشاهده وصلتي ليه. وصلتي ليه؟ وصلت ليها 150000 150000 على هذيك لا فيديو تاع المنتجات اللي قبل شفناها. اقل من 100 دينار. هذيك هي. فلا قبل ما نختم الفقرة التكنولوجية، لو تعطينا نصائح كيف نصبح يوتيوبر ناجح؟ بون
هذيك لا كاميرا تاعي. بون اذا انت لا كنتي فيها وانا تاع لا كنتي فيها حبيتو تكونوا يوتيوبرز، ما عليكم غير تشدوا لا كاميرا وكونوا نتوما، كونوا عفويين، اضحكوا وتبسموا، فرحوا الناس اللي يشوفوا فيكم يا ولا غير تنجحوا. ما شاء الله لديك طاقة كبيرة من لولك النجاح. شكرا لك، شكرا على حضورك اليوم في استوديو تاك، على الاستضافة. هذا كل شيء في الفقرة التكنولوجية. شكرا وردة. ومشاهدينا مع اليوتيوبر فلانة تيلا طي، آخر ورقة من ورقات برنامج استوديو صباح، نلتقي يوم غد بحول الله، في أمان الله.